هنا في محافظة أبين كغيرها من المحافظات اليمنية، المعروض من السلع الغذائية والاستهلاكية أكثر من الطلب، حيث يجد المواطن نفسه عاجزا عن توفير احتياجات المنزل الأساسية في ظل ضعف القدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار كنتاج طبيعي للانهيار التاريخي للريال اليمني، ما دفع المواطنين إلى مطالبة الجهات المسؤولة بوضع حد للتدهور الاقتصادي والمعيشي. انهيار العملة بهذه السرعة وكل يوم في اليوم الواحد تزداد هبوط العملة، هذا قتل المواطن في ارتفاع الأسعار بصورة جنونية وغير طبيعية. نطالب الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعمل حد عاجل انهيار العملة وارتفاع الأسعار، كون المواطن ينهار. وينكم وينكم يا حكومة؟ وين الرئيس؟ وين الرئيس؟ الأسعار تعبتنا يا جماعة الخير، باللهجة الشعبية بنتكلم، ما مش عادنا نصيص ولا نثقف، لأن الثقافة اللي درسناها راحت في ظل الأوضاع هذه والزمان هذا، والمشاكل اللي العانيها هي مشاكل فقر وصلنا إلى حد ما غير معقول. ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين بنسبة تجاوزت 200% نتيجة انهيار العملة المحلية، حيث تجاوز الدولار 1500، فيما الريال السعودي تجاوز 400 ريال، الأمر الذي مس بدرجة رئيسة حياة المواطن العاجز عن مواجهة موجة الارتفاع الجنوني للأسعار في ظل الأجور الزهيدة وعدم زيادة المرتبات وغياب الدور الرقابي للأجهزة الحكومية في ضبط جشع بعض التجار، وكذا القيام بمعالجات حقيقية وملموسة للتخفيف من معاناة المواطنين. المواطن في محافظة أبين أصبح يعاني المرين من ارتفاع المواد الغذائية وغياب دور الحكومة وغياب أيضا دور مؤسسات الخدمات المدنية، وكذا تخاذل مؤسسات الرئاسة والتحالف العربي عن دعم الاقتصاد وانهيار العملة. الوضع كلنا عارفين أن الوضع يعني مزري، وحياة معيشية صعبة، وأصبح يعني المواطن يتحمل عبء الحياة المعيشية وصرف العملة، والأسعار دائما في الصعود يوم بعد يوم. محافظة أبين وتحديدا مدينة زنجبار شهدت خلال الفترة الماضية إضرابا عن العمل من قبل أصحاب المحلات التجارية رفضا لانهيار العملة وتقاعس أجهزة الدولة عن القيام بمسؤولياتها للتخفيف من وطأة الارتفاع الجنوني للأسعار، كما أن ارتفاع أجور النقل جعل الطلاب غير قادرين على الوصول إلى المرافق التعليمية، ما يحتم على الحكومة تدارك الوضع قبل خروجه عن السيطرة مرة أخرى.